الناس اللي واخدين كلامه هزار وضحك واستهبال، عايز اقول لكم فكك من الاستهبال والعبط والهبل، خلينا في الجد. هو ده الباور وهو ده النشاط والحيويه. اسبريسو، عفوا، اسبريسو مع شوكولاته مور، ولو ما تحبوش شوكولاته مور اسبريسو مع موز. فبلاش تتريقوا او تستهبلوا لا في التعليقات ولا في اي حاجه، تمام؟ احنا بنتكلم كلام جد، بنقول لكم يا جماعه الباور هو الاسبريسو، والباور انك تاكل مول. يعني خلاص اساتذه بقينا اساتذه وخبره. فاللي عايز يمتع على كلامي اهلا اهلا وسهلا، واللي مش عايز ينفذ كلامي براحته. لكن قسما بالله العلي العظيم هتيجي مره من المرات لو انتم هتلعبوا كمال الاقسام هتدوروا على اي حاجه فيها باور، والواحد بيختتر الكلام عشان بس الواحد يعمل اللي عليه، لكن انتم مش بتقدروا لا لايكات ولا سير ولا دعم ولا اي حاجه. فانا بقول لكم بختتر الكلام، بقول لكم يا جماعه اسبريسو مع الموز حاجه طبيعيه، بقول لكم تعالى مكملات والكلام الفاضي ده، تمام؟ اسبريسو مع الموز طاقه فوق اللازم. بس